الحمد لله. المهم واخا ما نكونوش انا ولا الاصدقاء ديالي في اللائحه، المهم هو حققنا نتيجه انتصار وقدرنا نفرحوا الجماهير القنيطريه، واللي جا الحمد لله كيقضي الغرض والحمد لله عنده زول المقابلات البلاي اوف باش نطلعوا للقسم الاول. نتمنى الجمهور يبقى يساندنا وان شاء الله ما نخيبوش الجمهور القنيطري والناس القنيطره كاملين، وكنشكرهم وكنشكر قناه الفجر وسي مديق وشيني اللي واكب هذا المباراه وكيواكبنا ديما، وشكر خاص لجميع المنابر الاعلاميه اللي حضروا معنا اليوم وشكرا. عبد الرحمن سيطرو لاعب نادي القنيطري، اول حاجه كنشكروا هذه الجماهير لاعب في العالم خطير صاحبتك، كنشكروا الجماهير الغفيره هذا النادي القنيطري، جماهير الوفيه، كنشكروا هذ اللاعبين والطاقم ديالنا السريع المدرب ديالنا الكبير، والحمد لله الحمد لله الحمد لله المباراه ديالنا اللي من العام من بدايه العام حققناه ومازال غادي نحققوه ومازال الاضواء القسم ممتاز ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله هاد الشيء ماشي غير هكاك، هذه خدمة ديال 8 اشهر مع السريدة ومع جميع اللاعبين، واخا ان تقريبا اللاعبين مازال ما خدوش المستحقات ديالهم كاملين، ولكن الحمد لله غادي يكون خير. شفتوا جماهير القنيطرة بزاف 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 اللي سندتنا من الاول بطولة حتى لاخر بطولة، تقدموا لها شي الصقر، وشكرا بزاف جميع المكونات اللي ساهموا في هذا الفوز هذا، والسريدة اللي كان المدرب ديالنا اللي كان صراحة كيجي لمدينة القنيطرة لأنه ابن القنيطرة، وكان عازم أنه يحقق هذا العام إن شاء الله الصعود، ولكن مازال مسيرة طويلة إن شاء الله، نحزموها إن شاء الله في مدينة جديدة. الحمد لله جبنا رباح من قلب القنيطرة الحمد لله، كل ما كناش كنموتوا على النادي ديالنا ما غاديش نموتوا ونتقاتلوا بهذا وهذا، وكنشكر الدراري كاملين اللي تقاتلوا وضحاوا من أجل هذه المدينة هذه، وإن شاء الله مازال لنا الباراج اللي غادي يكون ان شاء الله هو في المستوى، بغا يكونوا الدراري كاملين ان شاء الله في المستوى، كنتمنى الخير ان شاء الله للفريق اللي داخل طريق كره اليد، وكنشكر الفجر ديفي. والله الا عرفتي راسي حابس ولكن سيدي وسيدك رسول الله، الله يحفظك. شنا الغيره ديالك على النادي والقوه اللي تكلمت بها مع اللعابه الله يحفظك الملعب، وهذا كينم على انك يعني قنيطري تنموت على هذه المدينه. شنو كتقول لنا على هذه المباراه والفوز؟ اول حاجه نشكر الجمهور اللي ساندنا اليوم، جمهور حلاله بويز، جمهور كبير، شكرا لكم بزاف. غنقول لكم ان هاد الوليدات شنقول لك سبع شهور هما تيتقاتلوا تيدربوا ما بخلوا على النادي بتا شي حاجه، الحمد لله اليوم اننا دزنا لهاد لي فاس فينال. لوبجيكتيف ديالنا كان من الاول عام اننا نطلعوا البريمير سيري ومن بعد نشوفوا القسم الممتاز. الحمد لله الحمد لله على كل حال. مرحبا. اقسم بالله الى سبع شهور لاعبين ما واخدينش درهم وحده، وتنتحمل مسؤوليتي ومضحيين طلبه تيموتوا على النادي، تيموتوا على الكاك، تيموتوا على قنيطره، ما ضحاوا داروا اللي عليهم. دابا المسؤوليه الكره كما تنقولوا عند المسؤولين ديال المدينه، الا بغاو يزيدوا يطوروا هذا النادي ويزيدوا يتهلاو فيه وحنا معاه اللي علينا. وشكرا للصحافه، شكرا انكم كنتو تجيو عندنا من الاول العام، وتنتمناكم تبقاو معنا العام الجاي، شكرا لكم تتعطيو تتوصلوا الصوره ديالنا للمجموعه ديال الناس القنيطريين. ما شكرا بزاف.